راشد، وذلك الرجل المعطى بلا حدود، هو الرجل الحر الشريف الأسد، صاحب الابتسامة الجميلة والكلام الرقيق الناعم، هو صاحب الفضل، هو أباً وأخاً وصديقاً وطفلاً للكبير والصغير، هو زكريا راشد حسن العشيري من مواليد قرية الدير، خريج جامعي دبلوم، مساعد مدير فني في شركة الملاحة العربية المتحدة تخليص حاويات. في يوم الخميس ليلة الجمعة، وهذه كانت آخر ليلة جمعة، كان تليفون زكريا صامت، وفي الصباح كانت الساعة 6 كعادته، كان يتفحص هاتفه فوجد مكالمات لم يرد عليها، فوجئ برسالة من ابن أخيه يقول فيها: إن أبي أخذوه الشرف. في الساعة 1:30 أخبرني أبو راشد بالخبر، فصرخت من شدة الخوف، وقال لي: أنا سأذهب وأستعلم بعض الأخبار. فقلت لك: سوف أذهب معك. فذهبنا معا، وها هنا كانت البداية. كلماتي كلمح البصر أو حلم أحلمه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. السلام